לטווח דומן שיונו חסוני חולדה מלכון שניונו חסולן חולדה ברוך מור المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين يا ربنا يسوع المسيح يا من قدست بحضورك عرس قانا وحولت الماء خمرا طيبا أفض على قلوبنا الفرح بآياتك أهلنا طوال هذا الصيام المبارك أن نتأمل في آياتك وتعاليمك ونتشح بالتوبة ونتقوى بالصلاة وأعمال البر فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس لنا وإلى الأبد آمين السلام للبيعة ولبنيها التسبيح والمجد والإكرام إلى الله الآب الذي بمحبته دعا الشعوب إلى وليمة عرس ابنه الوحيد وإلى الابن العريس السماوي الذي بمحبته قبل الدعوة إلى وليمة عرس قانا وحول فيها الماء خمرا وإلى الروح القدس الذي بحلوله يشركنا في وليمة الآب والابن برخمور الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد آمين أيها المسيح الابن الوحيد شئت في مثل هذا اليوم أن تجالس المدعوين وتشاركهم فأغنيتهم بفيض عطاياك الإلهية فكما آمنا تلاميذك أنك أنت المسيح ابن الله الحي نحن أيضا نؤمن بك إنك بدل الشريعة القديمة أعطيتنا إنجيلك الجديد وبدل عصير الكرمة أرويتنا بكأس دمك الفادي فإليك يا ربنا نهتف على عطر هذا البخور طالبين بشفاعة أمك البتول وقد استجبت طلبتها أن تسقينا أبدا من خمرتك المقدسة وتروينا بحبك السماوي وليسطع نورك على العالم فيعرف أنك الينبوع الحي وينهل منك ولتحل بركتك على جميع عائلاتنا بارك يا ربنا صيامنا واجعله سفرا يوصلنا إلى ميناء الخلاص
عيد قيامتك المجيدة، فنمجدك ونشكرك وأباك المبارك وروحك الحي القدوس الآن وكل آن وإلى الأبد. آمين. مور، المجد لك أيها المسيح إلهنا، يا كرمة حقيقية عصرت على رأس الصليب فأعطت خمرة جديدة وأروت البيعة والبشر بمحبة عظمى لا وصف لها. اقبل عطورنا وقونا على الصيام بقلب نقي وتوبة صادقة، فنؤهل للاشتراك في وليمتك المقدسة. لك المجد والشكر ولأبيك وروحك القدوس إلى الأبد. الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين. Yeah.
فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين، على هذا الدير وجمهوره وزائريه إلى الأبد. يا إخوتي، إني عالم وواثق في الرب يسوع أن لا شيء نجس في ذاته إلا لمن يحسبه نجساً فله يكون نجساً. فإن كنت من أجل الطعام تحزن أخاك فلا تكون سالكاً في المحبة، فلا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح من أجله. إذن فلا تسمحوا بأن يصير الخير فيكم سبباً للتجديف. فليس ملكوت الله أكلاً وشرباً، بل بر وسلام وفرح في الروح القدس. فمن يخدم المسيح هكذا فهو مرضي لدى الله ومقبول لدى الناس. فلنسمع إذن إلى ما هو للسلام وما هو لبنيان بعضنا بعضاً. فلا تنقض عمل الله من أجل الطعام، لأن كل شيء طاهر، ولكنه ينقلب شراً على الإنسان الذي يأكل ويكون سبب عثرة لأخيه. فخير لك أن لا تأكل لحماً ولا تشرب خمراً ولا تتناول شيئاً يكون سبب عثرة لأخيك. واحتفظ برأيك لنفسك أمام الله، وطوبى لمن لا يدين نفسه فيما يقرره. أما المرتاب في قراره فإن أكل يدان، لأن عمله غير صادر عن يقين وإيمان، وكل عمل لا يصدر عن يقين وإيمان فهو خطيئة. والتسبيح لله دائماً. هللويا هللويا. طوبى للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب. نصلي. السلام لجميعكم. ومع برخ مربون من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم. فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يوحنا الرسول: في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ونفد الخمر، فقالت ليسوع أمه: ليس لديهم خمر. فقال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. فقالت أمه للخدم: مهما يقول لكم فافعلوه. وكان هناك ستة أجران من حجر معدة لتطهير اليهود،
يسع كل منها من 80 إلى 120 لترا. فقال يسوع للخدم: املأوا الأجران ماء. فملأوها إلى فوق. قال لهم: استقوا الآن وقدموا لرئيس الوليمة. فقدموا، وذاق الرئيس الماء الذي صار خمرا، وكان لا يعلم من أين هو، والخدم الذين استقوا يعلمون. فدعا إليه العريس وقال له: كل إنسان يقدم الخمر الجيد أولا، حتى إذا سكر المدعوون يقدم الأقل جودة. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن. تلك كانت أولى آيات يسوع، صنعها في قانا الجليل، فأظهر مجده، وآمن به تلاميذه برخمور أبون. حقاً والأمان لجميعكم. أبائي الأجلاء، حضرة الشميس، أخوتي الراهبات، حضرة الأخت كلارا، رئيس البلدية والأخوة أعضاء المجلس البلدي، نجتمع اليوم في كنيسة القديسة فيرونيكا جولياني في دير قلب مريم الطاهر في الأصيبي، لنحتفل بالذبيحة الإلهية في أحد المرفع، تحضيراً لدخولنا غداً في رحلة الصوم الكبير، فنصل في نهايته بعون الله إلى ميناء الخلاص. وليس أفضل من معين لنا في هذه المغامرة الإلهية من رسالة الصوم لغبطة أبينا السيد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلية طوبة، وقد أصبحت متوفرة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وقد جاءت بعنوان صوم وصلاة وصدقة، وهذه أمور ثلاث كما يقول متلازمة مترابطة تقود مسيرتنا نحو ملكوت الله. وتضمن رسالة غبطته شرحاً مسهباً حول ماهية الصوم وغايته وثماره من الناحية الجسدية والروحية والاجتماعية والإنمائية، وينوه غبطته بالصوم كوسيلة للانتصار على الشيطان والجسد والأهواء الرديئة، فيذكرنا بأن الرب يسوع انتصر بصيامه على تجارب الشيطان الثلاث الذي حاول إغراءه للسقوط في شهوات العالم التي يختصرها يوحنا الرسول بثلاث: شهوة الجسد بتجربة تحويل الحجارة إلى خبز بقوة يسوع الإلهية، شهوة العين بتجربة الحصول على جميع ممالك الدنيا ومجدها، وكبرياء الحياة بتجربة رمي يسوع من أعلى جناح الهيكل فيحمله الملائكة على أكفهم لئلا تصطدم رجله بحجر. ويضيف: هكذا ترك لنا الرب قدوة في ذاته لكي ننتصر بالصوم على تجارب الحياة، كما يوصي القديس مكاريوس الكبير: صوموا مع المخلص لتتمجدوا معه وتغلبوا الشيطان.
هذا الكلام يعيدنا إلى القديسة فيرونيكا جولياني التي قال فيها قداسة البابا بنديكتوس 16: إنها ليست قديسة من العصور الوسطى، حتى ولو عاشت وماتت في تلك المرحلة التاريخية، إلا أننا نعلم جميعنا أن القديسين يعيشون في قلب الله الأزلي، ويستمدون منه الحضور الدائم في كل زمان ومكان. فهذه القديسة وإن لم تكن لبنانية، قد لمست قلوب العديد منا، حتى أن بعض الشباب والشابات كرسوا ذواتهم في حياة رهبانية، واستلهموا حياتها لتكون مثالاً لحياتهم. عاشت اتحاداً عميقاً بيسوع المتألم والقائم، يسوع الذي وهب حياته للآب من أجل خلاصنا. من هذه الخبرة الروحية العميقة عاشت القديسة فيرونيكا حب عميق، وقدمت آلامها وأوجاعها من أجل الكنيسة. كانت صلاتها من أجل الكنيسة، وكانت آلامها من أجل الكنيسة. كانت تصلي وتتألم، وكانت هذه طريقتها في اتباع يسوع في حمل صليبها ونكران ذاتها كل يوم. وتعلمنا القديسة فيرونيكا جولياني كما خبرت جميع القديسين أن للصوم وللإماتات أهداف ثلاث. أولاً، تساعدنا الإماتات ويساعدنا الصوم على التغلب على ضعفنا وعلى ما يعتري طبيعتنا من وهن. فنحن كبشر بحاجة لمثل هذا الوقت المستقطع من السنة للتركيز على التغلب على أهوائنا وميولنا، فنخرج من الصوم أكثر قوة وأكثر استعداداً لمواجهة تجارب الحياة بكل ما تحمله لنا من مفاجآت. وأغلبنا يفهم ويعي ما يعني هذا الكلام، فنرى بعضنا ينقطع عن أكل أو شرب، أو يقلع عن عادة محببة لديه لقهر ميوله وتقوية إرادته. ثانياً، علينا أن ننتبه أنه من المستحيل بناء ملكوت الله من دون الإماتة. فنحن نذكر كلام السيد المسيح: إن حبة الحنطة إن لم تمت تبقى مفردة، ولكن إن ماتت جاءت بثمار كثيرة. فمن أراد أن يبني الكنيسة، ومن أراد أن يبني ملكوت الله، عليه أن يختبر الإماتة والألم. قد يختبر المؤمن وفيما هو يبذل نفسه في بناء ملكوت الله، ويلمس نتائج جميلة مفرحة يفرح بها وبما أنجز، قد يختبر ما يعيقه ودون سبب وجيه، فيبدو وكأن الله ظالم يعاقب. الواقع ليس كذلك، فما يجري هو ما قاله الرب يسوع لنا: إن الكرمة التي تثمر تشحل، إن الكرمة التي تثمر تشحل. وهكذا كانت القديسة فيرونيكا تقدم صلاتها وتضحياتها من أجل حاجات الكنيسة. ثالثاً، وهذا شيء قوي وواضح في حياة القديسة، للإماتة وللصوم قوة تكفيرية. كانت القديسة تسمي كل يوم شخص
تقدم من أجله صلاتها وتضحياتها. كانت تقدم صلاتها وتضحياتها من أجل قداسة البابا، من أجل الأساقفة، من أجل الكهنة وكل من هو بحاجة لذلك، بمن فيهم الأنفس المطهرية. أود في النهاية أن أختم مع التشديد على طلب السيد المسيح منا أن نفرح في كل ما نفعل، لأنه أهل الأولى قد يبدو لنا بأن القديسة عاش حياة حزينة، حياة آبة ومرارة، وهذا الكلام صحيح. نتذكر معا كلام السيد المسيح في خص الصوم: إذا ما صمتم فلا تكونوا عابسين. نتذكر هذا الكلام. وحتى في آلامنا كم من الأشخاص يتألمون بفرح. جميعنا نذكر قول القديس بولس: أنا الآن أفرح في آلامي من أجلكم. هذا ما نحن مدعوون إليه في صومنا القادم. فليكن الصوم خبرة حب وفرح، فنصل في نهايته وقد اخترنا حب الله لنا الذي يملأنا فرحا وسعادة. ومعا نرفع له التسبيح للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد له المجد إلى الأبد. نؤمن بإله واحد. مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد الله. أخوتي الأحبة، بس بحب أقول إنه الصالة تحت مجهزة، كل الأشخاص اللي ما بقى يساعوا بالكنيسة فيهم ينزلوا على الصالة حيث القداس، فيهم يتابعوا صورة وصوت، وفي كهنة للاعتراف. وبحب أقول للجميع أخوتي الأحبة، نحن هون تنفرح يسوع ونحب يسوع ونعزي يسوع. كل مين بيتناول وعليه خطية تقيلة، كل مين صار له أكتر من سنة مش معترف، ما بيسوى يتقدم من المناولة. مشان هيك في كهنة بأول الكنيسة وبآخر الكنيسة للاعتراف. إن شاء الله الكل بيستفيدوا من هالنعمة. يتلوت مد بحيدلو والوطلو دم حادي تليو وينو بصوغو تيموتو خيعو للبيت أخوز كود بايك لو تكود شو بحل تخمر يودا Oh.
الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، أبلهم الحياة والملكوت. بذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومارمرون ومار يوسف والقديسة فيرونيكا جولياني. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. أخوتي الكتب بنافور الرسل الاثني عشر صفحة 728. المجد للأب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس. أهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس لنا وإلى الأبد. السلام لك يا مسبح الله، سلام الأسرار المقدسة الموضوع عليك. السلام لكم إخوتي الكهنة الأحباء وشماس الكنيسة وخدام الروح القدوس. Yeah.
فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. برخمور نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحماً، فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشتون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس 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 أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم، وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. بيوم هودك دم حشودي لمعبد حيه، ساب اللحم بيدا وقادي شوتو، بارك وقادش وقصو ويا بالتلميدا وكادو مار ساب أخو دحلو فيكون وحلو الساقية ما تخصي وما تيهب، حوصو يتحوي والحي دلعو لهم علمي. آمين. نوع الكوسو دمزغو من حمرو من مايو، بارخ وقادش
يا بالتلميذ كدمار سابشتاو مني كل خون هونو جانيتاو دمو جيل دياتي قحداتو تحلف يكون وحلف ساقي متشهد ومتيهب حوصو يتحوب والحي دلعلا معلمي آمين. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان فنسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وها إن بعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. هذا الخبز جسد المسيح إلهنا آمين ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا آمين كي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك لا سيما من أجل أبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما والبابا بنديكتوس مار بشارة بطرس بطريركنا الإنطاكي وأبينا البطريرك سفير مار كميل مطراننا وسائر الأساقف المستقيمين الرأي لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب.
أجل الكهنة والمكرسين، وخاصة من أجل رهبنة خدام وخادمات قلب مريم المتألم والطاهر، لكيما بشفاعة قلب مريم الطاهر في اليوبيل المئوي لظهورات العذراء في فاطمة تحمينا وتحمي الكنيسة من كل شر، وتثبت إيمان الكنيسة الكاثوليكية في قلوبنا، نسألك يا رب. يا حمل الله حامل خطايا العالم استجب لنا. بشفاعة القديسة فيرونيكا جولياني في هذا اليوم نصلي من أجل لبنان الذي أحبها كثيراً، لكي تفشل كل مخططات الشرفية حوله، وينتصر الإيمان والمحبة الطاهرة والتوافق والسلام والعدالة والأخلاق، وترتفع فيه الصلوات والإماتات كالبخور لحماية شعبه وأرضه ومؤسساته، نسألك يا رب. بشفاعة القديسة فيرونيكا عملاقة قداسة نصلي من أجل المحسنين إلى دير قلب مريم الطاهر وكل من يصلي ويساهم لإنجاح هذا المشروع السماوي، ونذكر بالأخص راعي هذه الأبرشية وبلدة الأصيبة وكهنتها والمسؤولين فيها وكل سكانها وأمواتها، راجين أن يكون هذا الدير نبع نعم وبركات ومركز توبة واهتداء لهم ولكل زائريه، نسألك يا رب. يا حمل الله حامل خطايا العالم استجب لنا. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. لتكن يا رب تلقطنا بمراحمك بخورا
فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأنها لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، أهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتبقى نفوسنا بأبنا المغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، إخوتي الأحب، ما مشان المناولة رح بيكون في كاهنين على أول المذبح، ورح يكون في كاهن وراء الكاميرات، كل القاعدين بآخر الكنيسة وكل اللي برا بيقدروا يتناولوا من دون ما يقدموا. وبذكر إنه الكنيسة الكاثوليكية بتقول يلي شارك بالقداس من الإنجيل والوعظة وصاعدا بيتناول، أما اللي إجا مأخر على القداس ما بيتناول، واللي بالصالة تحت كمان رح ينزل كاهن يناوله. كإله وإنسان في
أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. أخوتي الأحبة، الرب يسوع دخل بجسده القدوس إلى قلوبنا، دخل بلاهوته وناسوته مثل ما بتعلمنا الكنيسة. نحن بهاللحظات يلي القديسين وأباء الروح كلها بيعتبروها أقدس وأسمن لحظات بحياة الإنسان، الرب يسوع دخل قلبنا منذ لحظات. قديشنا واعيين لهالحضور إخوتي الأحبة؟ دخل تيعمل فينا، دخل تيحولنا، دخل تيساعدنا نخلص من الإنسان القديم وبشاعته وغضبه وحسده وحقده ودنسه وقلة صبره. بقدر ما نحن واعيين لحضور الرب ومختلين فيه وعم نشكره وعم نصغي لإلهاماته، بقدر ما القربانة تفعل فينا ونحن ما جينا نقدس تنحط إكس إن عملت واجب، جينا نقدس تالقربانة تفعل فينا وتحولنا ونصير مسيحية ببيض وجه يسوع. رح ناخد لو 30 ثانية صمت، كل واحد منا ينسى هموم الدنيا ويفوت يشكر الرب يسوع، يعتذر عن تقصيره، كلنا مقصرين، ويطلب منه البركة والرحمة والنعمة والإلهامات، ويحاول ياخد مقاصد صالحة وشجاعة لبداية الصوم بكرة. نشكرك أيها الرب الإله الآب، ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وكل آن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. أيها رب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتسحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن وروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. رح نختم قداسنا بزياح أمنا العذراء مريم، يلي اليوم الروح القدس بإنجيل قانا الجليل كرمها وفرجها قوة شفاعتها. وأنا بلقاء كنت فيه عند السفير البابوي شفت أنه السفير البابوي مش يؤكد، ولكن عم بفرجي أنه الدراسات الأخيرة صارت شبه أكيدة أنه قانا جليل هي قانا يلي فوق صور بلبنان. فبدنا نشكر العذراء ونطلب منها تبارك وطننا بهالزياح وتبارك صومنا، وبعدين رح نتابع نكمل نتابع برنامجنا مع الام تي في مع الشهادات، ومسك الختام بيكون عن فيلم القديسة فيرونيكا ولقاء عن توبة المخرج يلي هو حاضر معنا خينا جوفاني زيبرنا. يا أمة الله
يا كنز الرحمة والمعونة أنت ملجأنا وعليك رجاء تشفى